بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم فإنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البريء ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صرعا كأن
إنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صلى الله عليه وسلم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خيرا لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا محمد ولآل بيته الكرام ولأصحابه والتابعين ولمشايخنا وعلمائنا والسابقين علينا في الدين وللفقيد ولآبائنا وأمهاتنا
المسيح جناتي. اللهم إنه قد صبر على البلاء فعوض صدره خيرا يا كريم. اللهم اغفر لمحمد وارحم. اللهم اغفر لمحمد وارحم. اللهم اغفر لمحمد وارحم. اللهم اجعل قدره نورا يساره نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا ومن تحته نورا وأعظم له نورا وعظم له نورا. اللهم نور قبره بالقرآن. اللهم اسقه من يد حبيبك العدنان شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. إلى بيته معاذ
وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظلا وبالعين علما وبالغين غنى وبالباء فهما وبالقاف قناعا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم مغفرة وبالميم نافرة وبالنون نصرا وبالهاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. استمعتم من آيات الله البينات فاطلع على ما سمع حضرتكم من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات القارئ المعروف هو المقيم بالشبه الحاجر التابع لمركز ومدينة حشيس. وزعت لكم على أم كبيرة الصوت العالمية والإدارة الكهربائية تحت إدارة وإشراف الحاج فرحات الحويلي وأولاده المقيمين بهذه البلدة العامرة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا